تعمل على مدار الساعة بلا توقف أو كلل أو ملل. تلك هي الحكومة الذكية، حكومة تسعى إلى المواطن حيثما كان في أي وقت عبر تطبيقات ذكية لكل ما يحتاجه العميل من معاملات في الجهات الرسمية والحكومية. 67% يعتبرون الهواتف المحمولة مهمة في تحسين المعاملات الحكومية. 45% يعتقدون أن الهواتف المحمولة ستحسن سرعة الاستجابة 3 أضعاف. ومع ذلك أكثر من 75% لم يفعلوا شيئاً لتحقيق هذه الأهداف. أول متجر للتطبيقات الحكومية الذكية على مستوى العالم، والذي يتوفر من خلال نظامي التشغيل أندرويد وآي أو إس. مشروعنا الأكبر حتى اليوم هو بدون شك التعلم الذكي. من اليوم فصاعدا سنحصل نحن الطلبة على كل ما يختزنه العالم من معلومات من خلال الأدوات التعليمية التفاعلية. رؤية الغد اليوم. بطاقة تعريفية. تعتبر هيئة التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر المؤسسات فعالية ونشاطاً، حيث تعمل كوادرها باستمرار على تطوير الخدمات المتاحة والارتقاء بها لتكون على مستوى التطلعات المستقبلية في تحقيق الجودة المستدامة. تأسست هيئة التأمين بموجب القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007. تهدف الهيئة إلى تنظيم نشاط الخدمات التأمينية والإشراف عليها، بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطوير وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر. وتسعى الهيئة إلى تحقيق رؤيتها بأن تكون رائدة في تطوير وتنظيم قطاع التأمين والارتقاء بمعاييره لينافس عالمياً. على صعيد الإنجازات، حققت هيئة التأمين نتائج مميزة ساهمت في زيادة نمو أعمال التأمين في الدولة وتعزيز تنافسية سوق التأمين الإماراتية ودورها القيادي على مستوى المنطقة. وتتصدر دولة الإمارات أسواق الدولة العربية في صناعة التأمين من حيث حجم الأقساط المكتتبة فيها، ونالت المركز الأول ضمن قائمة الأسواق الناشئة في معدل كثافة وانتشار التأمين. وعلى صعيد التشريعات والقوانين، نجحت الهيئة في تطوير القوانين واللوائح التي تنظم سوق التأمين في دولة الإمارات بما يتوافق مع أفضل الأنظمة والمعايير الدولية. ولعل أهم القوانين التي أصدرتها الهيئة خلال العامين الماضيين تتمثل بالتعليمات المالية لشركات التأمين وشركات التأمين التكافلي، والتي تنظم الأنشطة المالية والاستثمارية والفنية للشركات لتكون الإمارات بذلك الأولى على مستوى الشرق الأوسط في تبني أحدث متطلبات الملائمة المالية. ولأن تطوير قطاع التأمين هو غاية الهيئة وهدفها الذي تعمل على تحقيقه، فقد واكبت هيئة التأمين مشروع التحول إلى حكومة ذكية عبر تقديم كافة الخدمات للمتعاملين بواسطة التطبيق الذكي الذي توفره من خلال خيارات متعددة سهلة الاستخدام وواسعة الميزات. وكذلك تضع الهيئة نصب أعينها تطوير قطاع التأمين وفق أفضل الممارسات العالمية وزيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وتطوير تنافسية سوق التأمين الإماراتية وتعزيز دورها القيادي على مستوى العالم، أسوة بالدور القيادي العالمي للاقتصاد الإماراتي. مقابلة. طبعاً انشأت هيئة التأمين بمرسوم اتحادي صادر من رئيس الدولة سنة 2007 لتنظيم أعمال التأمين في دولة الإمارات. في الفترة هذه قامت هيئة التأمين بإصدار تشريعات وتعليمات لتنظيم أعمال التأمين في دولة الإمارات. فلما نتكلم قبل 5 سنوات كانت ما توجد هناك لا حكومة ذكية ولا حكومة إلكترونية ولا شيء. كانت أوراق اعتيادية، الكل يتقدم بأوراق لطلب تنفيذ أي إجراء في الهيئة. قامت الهيئة بإعداد التحول إلى الإلكترونية، بحيث أن عن طريق الموقع الإلكتروني أو عن طريق حتى الحضور إلى الهيئة، بحيث أن تنجز المعاملة بطريقة إلكترونية.
طبعا هذا بعد صار في الفترة الحالية يعتبر لا شيء بوجود الحكومة الذكية. فالحمد لله قمنا بتطوير يعني برامج بحيث انك تقدر لكل مستخدم او متعامل ان يصل الينا في اي وقت. نحن تقريبا تصلنا 3300 شكوى سنويا تأمينية. فاضطرينا نحن يعني طبعا بتوجيه من الحكومة وخففت كثير من العبء على الناس في التنقل من اي إمارة في الدولة انها تيجي مثلا الى مكاتب الهيئة. فهذا بيخفف كثير من العناء علينا احنا كموظفين، لان الشخص الواحد اللي او المتعامل الواحد ياخذ حتى جهد كبير من الموظف انه في استقباله، لانه بياخذ وقت. فاما لما تيجي انت وتحل المشكلة عن طريق الهاتف او عن طريق يعني الخدمات الذكية هذه، فهذه تخفف العبء وتزيد في إنتاج الموظفين. فبدل ما هو كان يخدم موظف شخص واحد صار يخدم أكثر من شخص أو أكثر من شكوى في نفس الوقت. وهذه يعني أحد المميزات اللي احنا نشوفها جيدة، وإن شاء الله احنا بنسعى لتطويرها لأكثر وأكثر، لأن احنا الهدف السرعة في تقديم الخدمة دائما مهم جدا. القصد من الموبايل ابلكيشن انك تكون متواجد وان يكون معك، حتى الخطوات اللي تستخدمها تكون سهله، لان انا ما ابغي اكلف على المستهلك انه يستخدم الموبايل وتكون عليه تكلفه. فهذه المهم في الخدمه الذكيه، ان تكون كيف تقدر تصل للناس بشكل سريع. حين يصبح الخيال حقيقة فإنك حتما في دبي، دبي التي أراد قائدها أن يجعلها عاصمة للعالم بموسم سياحي دائم لا انقطاع فيه، وهو ما سيتحقق عبر مول العالم. تقرير مول العالم في دبي، أكبر مركز تسوق من نوعه في العالم، والذي سيكون عبارة عن مدينة مكيفة بالكامل قد قام على مساحات تتجاوز 48 مليون قدم مربع على شارع الشيخ زايد بدبي، حيث يتصل بمول العالم الذي يضم 8 ملايين قدم مربع من مساحات التسوق القابلة للزيادة لأكبر حديقة داخلية للألعاب في العالم تغطيها قبة واحدة يمكن فتحها خلال الشتاء، ومناطق للمسارح والفعاليات الثقافية ومناطق للسياحة العلاجية. والمول مجهز لاستقبال أكثر من 180 مليون زائر سنويا. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله أثناء إطلاقه للمشروع الجديد: أعلننا قبل فترة أننا نريد أن تكون دبي الاقتصادية والسياحية والثقافية لمليارين نسمة يعيشون حولنا، ونحن جادون في تنفيذ رؤيتنا. هذا ويتصل مشروع مول العالم مع مدينة متكاملة يمكن للزائر أن يقضي فيها أسبوعاً كاملاً بدون مغادرتها وبدون الحاجة لاستخدام سيارته، حيث سيتم تغطية وتكييف كافة ممرات المشاة التي تتصل مع المول، والتي يبلغ طولها أكثر من 7 كيلومترات، ويمكن فتحها خلال فصل الشتاء. وتربط الممرات الباردة كافة المرافق المتصلة بالمول من فنادق ومماشي للتسوق ومنتجعات صحية، بالإضافة إلى أكبر متنزه عائلي ترفيهي داخلي تغطيه قبة واحدة يمكن أيضا فتحها خلال الشتاء، لتشكل القبة إحدى عجائب مجموعة مشروع مول العالم. وسيرتبط مع أكثر من 100 منشأة فندقية ستضم 20,000 غرفة فندقية، كما تتصل كافة المباني ضمن المشروع بشبكة طرق حديثة صديقة للبيئة، على جانبيها محلات تجارية ومطاعم متنوعة. كما يضم المشروع أماكن ضخمة للاحتفالات والعروض المسرحية ولإقامة فعاليات ومناسبات وطنية تتصل بالمول. وتم تصميم المشروع ليضم أجمل ما أبدعه الإنسان في مختلف دول العالم على غرار إكسفورد وريديو درايف.
تجارب عالمية. الساعة الذكية إحدى المنجزات التكنولوجية التي ستكون البشرية على موعد معها خلال الفترة القادمة. إنها الساعة القادرة فعلاً على إشعال فتيل المنافسة القوية في هذا القطاع، وزيادة الإقبال عليها ما يدفع الشركات المتنافسة إلى رفع الجودة وتخفيض الأسعار لتنتشر هذه الأجهزة الجديدة التي سيكون دورها في المستقبل لن يقل عن دور الهواتف الذكية. وستتميز هذه الساعات بشاشة قابلة للطي ذات وضوح عالي، وسيكون وضوح الصور والفيديوهات عليها مميز لمحبي الهواتف الذكية الذين سيعتمدون على الساعة الذكية في تصفح الصور ومشاهدة الفيديوهات بدلاً من تلك الهواتف. كما ستتميز بالقدرة على التصوير بدقة أفضل، حيث تتيح للمستخدمين استخدامها للتصوير والتقاط الصور وتسجيل الفيديوهات بها، بالإضافة إلى مساحة تخزينية أكبر مع إمكانية تخزين المستندات والصور والفيديوهات على الساعات الذكية واستخدام التطبيقات التي تأخذ مساحة تخزينية مهمة. أصبح من الضروري على الشركة التي تود أن تغير هذا القطاع من إطلاق ساعة ذكية بمساحة تخزينية مثالية لمن يود فعلاً أن يخزن الكثير من ملفاته على ساعته، وستحتوي على معالج أسرع وغير مستهلك للطاقة، بحيث أن الساعات الذكية غالباً ما تكون مزودة ببطاريات ذات قدرة عالية من ناحية تخزين الطاقة الكهربائية. لهذا فوجود شاشة احترافية ومعالج قادر على تقديم أداء مبهر وفق ميزانية طاقية أقل تعد معادلة مبهرة بكل ما للكلمة من معنى. المعالج لو كان رباعي النواة فمن الأكيد أن استخدام الألعاب والتطبيقات التي تتطلب قدرات أكبر ستشتغل على الساعة الذكية المزودة به بكل احترافية، وهذا ما يجب أن نراه في الساعات المثالية لهذا العام. إذن هي الساعات الذكية تدخل على خط المنافسة مع الهواتف الذكية لتكون مكملاً منافساً لمستلزمات العصر التكنولوجي بكل ما فيه من تقنيات تتيح للإنسان حياة أكثر رفاهية بخدمات أعلى وتقنيات أكثر تطوراً. تطبيقات. استجابة للقرار التاريخي الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله بالتحول نحو الحكومة الذكية، سارعت هيئة التأمين إلى تفعيل تطبيق الخدمات الذكية الخاص بالهيئة وبتعاملاتها لتتيح للجمهور أفضل الخدمات بجهد أقل وزمن أسرع. التطبيق الخاص بالهيئة هو تطبيق مجاني ويتوفر بتطبيقي iOS وأندرويد. عند الدخول إلى التطبيق يظهر لدينا شعار الهيئة وخياري اللغة العربية والإنجليزية. بعد اختيار اللغة تظهر لدينا الخانات الأربع الأساسية في اللوحة الرئيسية، وهي خدمات الترخيص والقيد، الشكاوي، التشريعات، عن هيئة التأمين. خدمات الترخيص والقيد تشمل مجموعة من الخيارات كتجديد وإعادة الترخيص أو إجراء التغييرات على الترخيص، الخدمات المالية، خدمات الحصول على التعليم. التشريعات وتشمل باقة من القوانين واللوائح والأنظمة الخاصة بهيئة التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يحيط مستخدم التطبيق علماً بكل الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الحاصل على عقد التأمين أو صاحب رخصة شركة التأمين. كما تتضمن هذه الخانة مشروعات التعليمات المحاسبية ومشروعات التعليمات المالية والتعاميم الصادرة باستمرار. الشكاوي تتيح هذه الخدمة فرصة تقديم شكوى تخص أي حالة من حالات التأمين، وتتضمن أقسام تقديم شكوى جديدة، تعديل شكوى قائمة، الاستعلام عن حالة شكوى، تقارير شكوى. ويتطلب تقديم شكوى جديدة ملء الاستمارة الذكية المتعلقة بنوع الشكوى وتاريخها وبعض البيانات الأخرى المتعلقة بها ضمن خيارات سهلة جدا وسريعة التنفيذ. ولأن أساس كل نجاح ومحوره هو الإنسان، فإن الهدف من وراء الحكومة الذكية كان ولا يزال إسعاد الناس. إسعاد الناس.
سهلت على الناس كثير في أمور كثيرة، سهلت عليهم ووفرت عليهم الجهد والمال، إنزين، وجعلت الإنسان أصبح إنسان يعني يدير حركة الحياة كلها من خلال لحظات ومن مكانه طبعاً، وفي لحظات بسيطة ما في داعي يروح وزارة الكهرباء ويروح بعدين المالية، ويروح كلها في مكان واحد بيسر وبسهولة وبعجالة. مين ما يستخدمها اللي ما يستخدم أصلاً، أول شيء لازم نستخدمها لأن إلزامي صارت، إنزين، والشيء الثاني أسهلنا وأوفرنا، يعني وفرت علي جهد، هذا الجهد أنا جالس في البيت مع أهلي مع ناسي في أعمالي، ليش أركض هون وهون هون أو أعين مندوب مثلاً إذا كنت صاحب أعمال، فهذه مكلفة، فبالعكس هذه وفرت علينا جهد كبير جبار. يعني أولاً هي مهمة جداً بالنسبة لنا كمستهلكين، يعني سواء كانت بالنسبة للمخالفات بتاعة الشرطة أو حتى المولات كمان بتنزل التطبيقات بتاعتها علشان نعرف الأسعار بتاعة الحاجة، والمحلات اللي فتحت جديد تنزيلات بتوفر علينا الوقت بطريقة فظيعة جداً، يعني لأن أنت قاعدة في البيت، أنت عارفة دلوقتي المسألة عصر تكنولوجي، يعني وانت قاعدة في مكانك تعملي كل حاجة من غير ما تروحي في أي مكان. برامج دفع الفواتير اللي هي بتريحنا كثير أمور من غير ما تروح لأكثر من جهة معينة، مكان واحد في بيتك بتخلصي كل الأمور هذه. الصراحة أنا شايف أنه البرنامج هذا جدا مناسب وممتاز جدا، لأنه بيساعد الناس بدل ما يسيروا على مشوار يأخذ ساعة أو ساعتين أو فترة أو في الزحمة، يعني بس أنه خلاص بيخلصوا الأمور كلها على الانترنت أو على التليفون. يعني هاي المبادرة اللي أطلقها صاحب سمو الشيخ محمد ناشد آل مكتوم الله يحفظه سهلت على الناس وايد، يعني أنا من الناس اللي أول شيء سمعت عن الحكومة الذكية بس ما كنت أدري عنها، ما يعني هي المصطلح يعني ما يعني بعدها مو منتشر المصطلح، أنا سمعت عن المبادرة بس بعدين يوم بدأت تنزل التطبيقات الحكومة الذكية واستخدمتها شفت إنها وايد سهلت على الناس في أشياء مثلا نفس سالك نفس القيادة العامة لشرطة دبي منزل مبادرات وايد سهلت يعني على الناس وريحتهم. الحمد لله رب العالمين، يعني أنا من الناس اللي عانوا في الإسكان، لكن سبحان الله الحين في الإسكان خلاص حتى لما نروح هناك يقولون خلاص سيروا على البيت ودخلوا عن طريق البرنامج الذكي، فنشكرهم يعني نشكرهم ونشكركم بعد. الحكومة الذكية هي فصل جديد من فصول دبي وطموحها نحو صناعة المستقبل وتحقيق الاستدامة. نترككم بحفظ المولى ورعايته، إلى اللقاء. أنا أريد الإنسان المواطن أن يخلص كل معاملاته الحكومية على جهاز المحمول. وظيفة الحكومة يا الأخوة هي تحقيق السعادة للمجتمع وتوفير الوظائف والفرص وتسهيل حياة الناس، كل ذلك يحقق السعادة للناس.
أريد حكومة المستقبل تكون مرحاب مثل الفنادق، وتكون تشتغل 24 ساعة مثل الخطوط الجوية.